نبدأ مع وكالة وفا الرئاسة ترحب بقرار الباراغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة وتصفه بالشجاع. رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته حكومة الباراغواي بسحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة إلى تل أبيب ووصفته بالقرار الشجاع. وقالت الرئاسة في بيان لها يوم أمس الأربعاء إن هذا القرار ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية وجاء ثمرة للجهود الدبلوماسية الفلسطينية الحكيمة والحثيثة في تبيان خطر نقل السفارة إلى القدس على عملية السلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وأكدت الرئاسة على أن هذه الخطوة الشجاعة من حكومة الباراغواي تشكل نموذجا يحتذى به لكل الدول في مواجهة الأطماع الإسرائيلية. وإلى واينت، الضغط العربي والوعد السري، هذا ما عنونت به الذي جعل الفلسطينيون يقنعون الباراغواي بنقل سفارتهم. وجاء في واينت بأن سافر وزير الخارجية الفلسطيني إلى الباراغواي لإقناع القيادة الجديدة بإعادة السفارة من القدس إلى تل أبيب، ووعد الرئيس الجديد ووزير الخارجية بأن يتم تنفيذ الخطوة بهدوء في سبتمبر. تعتقد إسرائيل أن القرار اتخذ في أعقاب الضغوط العربية وربما مع وعد بالاستثمار في البلاد. أما فيها أرتس عن موضوع أيضا شغل الصحافة العالمية، شخصية كبيرة في حكومة ترامب قالت إدارة ترامب تعمل ضد نهجه البائس والمتهور. في مقال استثنائي نشر في صحيفة نيويورك تايم بدون أسم يوم أمس الأربعاء، أكد مسؤول أمريكي كبير في الإدارة الأمريكية أنه يعمل باستمرار ضمن فريق في إدارة ترامب للتصدي لنهجه البائس والمتهور في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ورد ترامب بتغريدة من كلمة واحدة الأربعاء على مقال صحيفة نيويورك تايمز متسائلا بالخط العريض عما إذا كان ما تعرض له بالفعل هو خيانة. وفي مقال بعنوان أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب، وصف هذا المسؤول الكبير في إدارة الرئيس الجمهوري كيف ولماذا يحاول مع سواه من المسؤولين في البلاد التصدي لإدارة ونهج ترامب البائس والمتهور وغير الفعال في قيادة البلاد، مؤكدا أن موظفي الرئاسة أنفسهم يرون في ترامب خطرا على الأمة. أيضا إسرائيل هيوم كان هذا عنوانا كبيرا لها، شخصية كبيرة في حكومة ترامب تقول إن الحكومة تقوم بإحباط سياسته من الداخل، ترامب يصف ذلك بالخيانة. شخصيات البيت الأبيض تعمل ضد ترامب. أما في قضيتنا المحلية، قضية الخان الأحمر، إسرائيل هيوم جاء فيها بأنها وصفت تضامن الأوروبيين مع الخان الأحمر بأنه تلون ونفاق. الخان الأحمر والتضامن الأوروبي وغضب إسرائيلي، هكذا قالت إسرائيل هيوم اليمينية. موضوعين آخرين منفصلين، إذ جاء في موقع بكرة الاكتظاظ الأكبر في مطار بن غوريون سيكون اليوم 107,000 مسافر. قالت تقارير عبرية أن مطار بن غوريون سيشهد الاكتظاظ الأكبر والأضخم له في السنة، وأن عدد المسافرين سيكون اليوم هو الأكبر. ويبدأ هذا الاكتظاظ اليوم الخميس، حيث يخرج آلاف السكان للعطلة التي تمتد حتى يوم الثلاثاء القادم بمناسبة عيد رأس السنة العبرية. وقالت تقارير أن 107,000 مسافر سيسافرون اليوم فقط لوحده من مطار بن غوريون خلال 650 رحلة جوية، وبعد غد الجمعة سيمر 78,000 مسافر. وصرح وزير المواصلات إسرائيل كاتس أنه منذ بداية السنة مر في مطار بن غوريون نحو 15 مليون مسافر. وأخيرا أيضا من موقع بكرة، دعوات لمقاطعة فوكس بدواعي عنصرية. شبكة فوكس تعم المجتمع العربي في إسرائيل حالة من الغضب إزاء تصريحات عنصرية وردت عن شركة الملابس فوكس. وبحسب هذه التصريحات فإن فوكس تشترط عدم ذهاب تبرعاتها لصالح العرب. وأثرت هذه التصريحات ردود فعل واسعة وغاضبة، بحيث دعا الكثيرون إلى شن حملة مقاطعة وعدم شراء من الشركة.
وفي قضية الخان الأحمر الذي على مشارف القدس في منطقة الغور بعد أخذ ورد وسجالات كثيرة شعبية دبلوماسية وأيضا قضائية. أخيرا قررت المحكمة الإسرائيلية بأن تقف إلى جانب ما يريد المستوطنين وما تريد حكومة إسرائيل بإخلاء الخان الأحمر. وللحديث عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف الأستاذ عيد أبو خميس رئيس مجلس الخان الأحمر. أستاذ عيد يعطيك العافية. الله فيك، أهلا وسهلا فيك أستاذ عيد. هذا القرار بعد كل هذا النضال، هل كان متوقعا؟ هل توقعتم أن تنصفكم المحكمة العليا الإسرائيلية أم أنكم ذهبتم إليها لكسب الوقت فقط؟ نحن لا نعول على محكمة الاحتلال، ما هي إلا محكمة من وضع القوانين هو الاحتلال والمستوطنين، ومن والقضاء فيها هم مستوطنين، فالقانون وضع لسلب أراضي الفلسطينيين من أينما كان وأينما تواجد، هذا هو قانونهم. نحن كنا متوقعين القرار هذا، ونحن نعرف أنه هذا ما سيصدر من محكمة الاحتلال. نعم، بالنسبة للتضامن الدولي معكم، هل توقعتم أو يعني هنالك هجوم الآن عليكم من قبل الصحافة الإسرائيلية وأيضا هجوم على المتضامنين الأجانب؟ السؤال، ما هو موقف هؤلاء المتضامنين الآن بعد صدور الحكم؟ هل سيبقون وسيتواجدوا أكثر داخل البلد لمحاولة يعني حمايتها بأجسادهم بعد أن استنفذت كل الطرق القانونية؟ بالنسبة للمتضامنين هم في ازدياد دائم، والآن بدأت كل المتضامنين سواء فلسطينيين سواء من الحكومة الفلسطينية سواء من المتضامنين الأجانب حتى من اليسار الإسرائيلي هو الآن يتواجد، هو مناصر لهذه القضية، لعدالة هذه القضية، فهم متواجدون على مدار 24 ساعة متواجدون في هذه في هذه في هذه القرية. فالتضامن الدولي هو لعدالة هذه القضية، ولعلمهم بأن هذه القضية هي ما هي إلا قضية سياسية بحت، ليست قانونية. لو كانت قانونية نحن نمتلك الأرض وعملنا تخطيط مع السلطة الفلسطينية لبناء قرية، ولكن رفضت جميع هذه هذا كل هذه الإجراءات، فهذه حكومة الاحتلال لا تريد فلسطينيين في كل الضفة الغربية. نعم أستاذ، لو تعطينا بعض المعلومات للناس عن الخان الأحمر، عن عدد الناس الذين هناك، تواجد مدرسة، بعض التفاصيل لكي يعني من لم يعرف بعد ما هي قصة الخان وما هي المقترحات الموجودة من الدولة لكم، ولكن أولا بعض التفاصيل، عدد العائلات، المدرسة، طبيعة العمل. هو الخان الأحمر، قرية الخان الأحمر هي تبعد 12 كيلومتر عن مدينة القدس، وهي تابعة لمحافظة القدس وليس لمحافظات الأغوار. يوجد فيها مدرسة، هي المدرسة الوحيدة التي تخدم الناس هون، فيها 200 طالب وطالبة من البدو حوالين ما الساكنين بجانب هذه القرية. الهدف من ترحيل هذه القرية ليس قانونيا أو غير قانونيا تملك الأرض أو لا تملك الأرض، هو الهدف أكبر من ذلك، هو الهدف أنه من شرقي العزرية وزعيم وقرانة الفلسطينية وعناتة وحزمة إلى البحر الميت، لا يوجد لا قرية فلسطينية ولا مخيم فلسطيني. فهم يريدوا تهجير هذه السكان المتواجدين على سفوح هذه الجبال البدو، وبناء مستوطنات وقطع الضفة الغربية شمالا وجنوبا، فهي ليست تمسني وحدي، إنما تمس كل الشعب الفلسطيني، كل أطياف الشعب الفلسطيني. وثانيا هي الإغلاق على القدس، لم يبقى للفلسطينيين والعرب البوابة الشرقية، فهم يريدوا إغلاق على البوابة الشرقية وقطع الضفة الغربية وقطع حلم كل فلسطيني بإقامة الدولة. وما هو المقترح من قبل إسرائيل عليكم الآن أن تنتقلوا إلى أي مكان؟ وهل هنالك أصلا مقترحات يعني؟ أو مقترحات جميعها هي لا تصلح للحيوان وليس للإنسان، ولست من أنا أقول ذلك، الهيئة الدولية المتخصصة في البيئة عملت فحوصات على هذه الأراضي، فخرجت التقارير ممنوع تواجد ثروة حيوانية في المواقع هاي. أولا البديل الأول هو في أبو ديس، اولا الاراضي التي يريدون وضع هذه القريه عليها هي اراضي املاك خاصه لاخوتنا من ابو ديس، هذا اولا. ثانيا هم يدعون هنا انه هذه القريه وهي المخيم وهي هذه المدرسه هي تقع على الهايوي الشارع الرئيسي الذي يربط القدس في الاغوار، لكن الموقع الثاني البديل في ابو ديس هو في نفس الموقع على الشارع هايوي
يربط شمال الضفه في جنوبها. ثالثا هو 250 متر، هل هي تكفي لمن يملك الثروه الحيوانيه 100 راس او 150 راس او 200 راس؟ يعني البديل الثاني هو مقابل النبي موسى، شمال النبي موسى هو جانب منطقه تكرير مجاري كل المستوطنات التي تقع شرقي الضفه شرقي القدس. فهي تبعد 400 متر عن هذه المكان، عن محطه التكرير المجاري. فهذا ما يريده الاحتلال، ان يقتل الناس بقتل بطيء. لا نريد لا شرقا ولا غربا، نريد نبقى في اراضينا ونبني في اراضينا، هذا ما نريده. لا نريد من الاحتلال شيئا، نريد البقاء في اراضينا. نعم استاذ عيد، اخيرا يعني نحن الان امام واقع جديد، بانه حتى المحكمه العليا الاسرائيليه وقفت الى جانب المشروع الاستيطاني في المنطقه وتقطيع اوصال القدس ومنع العرب من البقاء على اراضيهم، وكما قلت في اول الاجابه على سؤالك بانه غير متوقع شيء اخر. الان نحن امام واقع يقول بانه قد تحدث مواجهه، خصوصا انه اعطي 7 ايام فقط، بقي منهم 6، القرار كان امس. هل تتخيلون مواجهه واعتداء جديد كما حدث في بعض القرى، وحدث كما حدث ايضا في الخان الاحمر قبل شهرين، قاموا بضرب النساء وسحب حتى الاطفال على التراب والصخر؟ بالنسبه الى المواجهه، كل انسان في هذا الكون، حتى الحيوانات تدافع عن مسكنها، حتى الحيوانات تدافع عن 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 حدودها، فما بالك الانسان. نحن سنبقى في اراضينا، سنبقى في بيوتنا، ولكن من ياتي الى هدم هذه البيوت سيكون هناك مواجهه بالفعل عنيفه وقويه جدا للدفاع عن اطفالنا وعن نسائنا وعن بيوتنا. ومعنا كل المتضامنين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين المتواجدين في هذه القرية، لن نغادرها بسهولة ولن نترك أراضينا طوعية. نعم، ومن يريد أن يتضامن عمليا بإمكانه القدوم إلى المدرسة، هل هنالك مكان يعني بشكل عملي لمن يود أن يتواجد معكم؟ من نداء لكل فلسطيني يسمع، من يريد التواجد فهنا في المدرسة فليأتي، فيوجد بيت اعتصام مفتوح لكل فلسطيني أو لكل إنسان يريد أن يتضامن مع هذه القرية. نعم، وهنالك أيضا صحفيين وإعلاميين يتواجدون كل الوقت معكم، صحيح، لمحاولة أيضا نقل الصورة للعالم. هي الصحفيين متواجدين والإعلاميين كلهم متواجدين، وكمان كان قبل ساعة، أقل من ساعة، كان الدبلوماسيين الغربيين، كل الغربيين بما فيهم الصين وكوريا الجنوبية واليابان وعدد دول أخرى، كانوا أطلعناهم على ما يحدث داخل القرية هاي. الأستاذ زعيد أبو خميس، رئيس المجلس المحلي في الخان الأحمر، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم القدرة على الصمود، وكما قال بأنه يدعون كل فلسطيني حر في العالم بأن يقف وبأن يتضامن مع الخان الأحمر كي لا تضاف قرية أخرى إلى كتاب كي لا ننسى. إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.